وين ويكون متعدي تولين لو نازل مرحبا يسوى نغار وميسن ستا سف مزيخ دي تزوارا وسيسمي سيدي مشقع وسلوايا ديدو ذا نغلاف الأمور مبراض يغريبا تمورتنا أحمد عطاف يرزار ثمان ناقث عمان مسقط يبوي ذس ثبرات يوران سفوس صغور وسلوايا ديدو ذا مس عبد المجيد تبون إيماس السلطان هيثم بن طارق تيرزا يقيث الذي المعونة يريم ضبرا سناث نتمورا ورصين وينين يشاركين البغي دو سيرم إيوك نديه ليون حريك النظام قوتها عن انتقمات يرد زيار لقد عمان ذوين نسوك لن يرسن وسغن أمس فهم ذي المعاونة السيارتي تاري بنون ذي الشاروخ أنت ذا مساغ أرين فحن سلكلفة وسلوين تيدو ذا نغلف الأمور مبراضي غريبا نتمورتنا أحمد عطاف يتكاذي ثمان أخذ البحرين ذي المنامة نقول جموعين غلافا نهجي يتقاشوش تنتمورا ثي عربين يتذويل تنسن العادة في 33 يقبذان السايت من أخذ البحرين المنامة ينجمع نقي يزين غافو تذاع ورصي الناريوي إيدي فغن سيث قاشوش تعدان دي لان ذي جدة ذو مسلي غاف تمسالي دي بوي البلان الخدمة نتقاشوش المنامة غافو قارو ينسن تمسال في فلسطيني ذو مينوت اللي حالا لمن يتمورا في عربين ودغاش كرند المجهود من الجزائر يتخدم سقمي ثرنا غروس قامو لمن غف تمثال ثا فلسطيني على دغا الدوري نس دوين يعني في مثال العجلان اللي حالا ذي غزه الدوري نس كن الدولا فلسطين اتيلي تعقلت ايدو من دي توتسا وراو الجناس يدو كل اسقمو نتدام ساه قد الساتي من اللي ثم زواروث يعلن لاريو مولان الارزاق غف اللي حلاغ الخدمة ذي الزاير يسوين ديش قاري ونتدام سا يسن ذن غاري سلاني دي كان صور يسلوين تكبانيين ثي مقرانين ثي غناوين ثي غرغلانين ذي الزاير ذباراغ نلزاير تدويل تقيث مسلي غف تنقضين يعلن اللي حلاغ الخدمة ذي الزاير غف الجلت ومدل اللي حلاغ انتي نوث السيثما دوس خدم تكنولوجيا ثي مينوتين سيثما النظام اليوم شفنا بأنه مؤشرات إعادة الثقة للمتعم الاقتصاديين هما مؤشرات يعني في الأخضر ونجم نقول لكم يعني من أعلى المؤشرات اللي اندارت يعني بارابار توت لا ريجيون مناخ الأعمال هذا حيخلينا نمشيو للاكتفاء الذاتي ولكن في عديد من المجالات حيكون يعني فائض اللي يخلينا نكونوا من أكبر مصدرين في المنطقة انغلاف نصهد ذل ميناث محمد عرقه بمقرى مريا مثون الفوروم تموراغز نزون الغاز محمد حمالي دي شكرا نجاح نتقشوش ثاثي السبعة نسلوين تموراغب الحكومة انتو تسايقي دي لان ذي الزير وشكرا ديني دي بوي ولغوغ نلزير في مليليث تساونيت ونادي ذو حريش انتو سنان تكنولوجيا سوفريد وصولو نادي ذي الغاز ومثفاقا غافو سفدي انتربحت الخدمة غي تخصا وسرسون يضرسا ننظم ذا القانون لاقود البلان الخدمة سين وهلا أكون ذو قصور ذي المعونة غير الزيار لقد الطليان ذي المقرغ اللي في القرية علينا إلا دو ستنين زما مسفهم يار ونغلاف القرية علينا كمال بالداري لقد نغلاف سداوي ثذونا ذي طليان أنا ماريا بيرنيني أمثا واغي سويس ذا سفدي انتربعت تسداوانت ونذي يار تسداوي نسناث نتمورا ويوقض غار تسداوي سيلجيل ويصربعا نمضي على اتفاقية إطار لتطوير التعاون حتى نصل به إلى شراكة في مجال التعليم العالي وبالأخص في المجال البيداغوجي من أجل خلق بيئة تعليمية موحدة بين الجامعات الجزائرية والإيطالية. أنا جد سعيدة بتواجدي هنا. سنتقاسم معا الخبرات الأكاديمية وتجارب البحث العلمي والتكنولوجي من خلال مسار مستقبلي مشترك. وهذه المذكرة ستقوي أواصر التعاون بين البلدين. دي ثمان أخذ لندس نشغل لنتذويلت في الصربعة الفوروم مسنوان لكسنو الفولة قدت حرشي يحضرون غلاف وسيوض محمد الحبيب زهنا نغلاف نتذام سانت مسني تكبانيين تيمينوتين تكبانيين في مشطاح ياسين المهدي والد يسوي الفوروم جي ذاك مليار تكبانيين نتذام ساثي غناوين إلا ندي سوق لك تكبانيين تيمينوتين كحريش وسيوض دون بدال نت مسني.
اليوم عدد كبير من شركات الناشئة التي تم دعوتها تقوم وتقدم خدمات فعلية في مجال النقل. ومنذ أشهر انطلقنا مع زميلي في الحكومة السيد وزير النقل في مشاريع جد طموحة التي تهدف إلى إدماج شركات الناشئة في مجهودات الرامية إلى عصرنة ورقمنة قطاع النقل. إن هذا الملتقى يشكل لبنة وخطوة محورية في التزامات الجماعية نحو تحقيق تنمية مستدامة لقطاع النقل، باعتباره قطاعا حساسا واستراتيجيا وأداة فعالة في تحسين ظروف معيشة المواطنين والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبلاد. أسنتال لوز حبيب الرغف تزمرت نولغ بين غفي دي اللغم سلاي دو قاسو نذي ديه قاغو غليف تزمرت إحضروا نغلف نوحريش عبد الحق سيحي ذي مضبران نو غليف أرثام غي مثل نتود ساثي رغلان تزمرت ذي اليونيسف ذي مثل نو غليف ندخل إشرع ذي المعاونة غثغنا وثذت ونط. عندما كنا نتدارس لوضع قانون للصحة كانت الأمراض العقلية تخضع لنص آخر، وقد طلبنا آنذاك أن تدمج في قانون الصحة، ولا يمكن تصور أن يكون الأمراض العقلية مرض استثنائي خارج المنظومة الصحية. اللواء سويد محمد البشير مهال مقران سيرفس انت زمرت العسكر نغليف انت محديث ثغناوث الا دا صغف المنداد انتوليا الشوال انت مليلي ثغناوث غفي مجرح النطراد ذي لاكولا غناو انت زمرت العسكر ثما عسكريت ثام زواروث حضراني فتيانا ذي مضبرانس بغليف انت محديث ثغناوث نسرين علو. إسبيغان تمليلي ثاقيا يسقر ذا الشان تمثال يشدن غار وين لقيت واخذ مني مجرح سي سيدي قلون القيرا ذو مخد الهونيس سقوان ناري من غير غلامي غذ اللوان ذي غير وغالا نسي مكنسن غار ثو ذار ثنسن وانشتان يسنرني غن ثو ذار ثنسن يلاس ذي الخذ منسن ويجي سوسنعث بوزال نيال سرافسي توخصن انتزمر ذوك حريشن العسكر ذوك رفاق نيم جراح نلقيرا ألا ما وغالان غار ثو ذارث نيالاس وانشتا سوسنرني غن المعاونة غير سرافسيقيا وانشتا غي وكان أدفكن أين لاق ودهقين أهيلا نورافاق إمعنا راي عيون نيم جراح سيا غار زداث وتيالن غافي منسن وانشتا غاسوس خدمنا التقنية في ثرارين إدي لان ذوك حريشاقيا أما كني دي وكذ اللواء مهال نسرافس نتزمر ذوك حريشنا العسكر ذوك والدي فكان غاف وزال نتملي لي فاقيا ذوك سيج هذا نوهقيا نتربويا عن العسكر ذو حريش نتزمر على ذغا ذوك النار التمثال سيسيد الهان إم ضبرن علينا العسكر غناو أكند لهون أكني لاقصي خدمني مجراح من العسكر غناو. إن تنوع التهديدات والتحديات التي تواجهها بلدنا تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية العملياتية والمتابعة المستمرة لتطوير الأوضاع الأمنية لتحضير وحدات وتشكيلات الصحة العسكرية بكل الصرامة الواجبة ومضاعفة التمارين والملتقيات من أجل رفع مستوى إطاراتنا، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي شهدته فنون الحرب الحديثة. وقد وقع اختيارنا على موضوع الملتقى بقية المساهمة في الجهود المبذولة من طرف القيادة العليا الرامية إلى تحسين لظروف المهنية والتكفل الطبي في حالة النزاعات لمستخدم الجيش الوطني الشعبي قصد القيام بمهامهم النبيلة. المندن تمليلي فاقيا عطاس اني سارق اني دي توهقا ان صغور السرافس نتزمر في العسكر غناوي الطفارن ارثر بوياعي من غي دي تيلين ذوق النار الترميسين نوذاوي غي الطفارن وحريشنا العسكر غناو يزيان ذيك سنت ووالا غفوة ميخيد لهون سيم جراح نلقيرا يسارق نقيا غي لدي ذيك سنو سقر ذش ذووال صغور وذي تسخصا ذي مسنوان اديارنا نطاس اثمليلي فاقيا. تربع ثيم جايني تخصن دي مرة لهلكة ثر زهر تدرت النث والطاسق فرحون أني وكانت قرضن غاري مزدا أثن والهن وتنولين ميلا وسعين على لهلكة ثلاث غاويد مقرن ذي العمر ذي لقذيش دهجة ذوكلية ثي غري يمتمطوث إيدورار سلمعونا لكوز سقاموت أن تدر ثقي روبورتاج ليلة سي طيب.
هذا القديش توازالي سيدي لان دي تدارت نظم الطاز الفايداني مزداغ يسعدين سن غريم جايين التخصن ذو الهنسان ألا ذغا إمين تدارت إبع ذن غاف ثمذينت Il y a un buzz, les gens signent que finalement, les maladies, les maladies, Parce que la prostate, les jeunes, ou le cœur, l'AVC, l'anévrisme, les arrêts cardiaques, سنينين جوناثان توالم فيسبوك نونات اللي مكانت هنا في موث اري كاردياك خطر وتقلي فنارا باش دافن يا شوف قارني مغارن وموث نارا وتمسات نارا خطر مغارن سعنا كل ماد سنسن صروحون سعن دوانسن دونك ثورا كوني سورتو كذورار جفاو القديش يخدمون الهوا نخدم لي كارز مياه ديال الفيضا لا سوسيتي غي فيضا مزدا صافي نساولا سنكوني نرى غرورسن الحمد لله وخيف نرى رانا غدي غرنا إمزداغ أنت الدرد فرحان إمير تنفك سن تغنيت يوعدي غار طبيب مبلا العثام نرواح توغالين غار أمكان إبعذن الطبات راه والله هرب النعانة سني فاركا ربوان كل يوم ني أكن سلوان أكن نهجا كيسدينا أريقا بوزا في الحشان الخير عرفنا إن شاء الله بيسك تدرين القبايل تدرين تزوزو فاذا تطاصة في مخوان أذاوية ويسعى لي مويان ويسعى لي مويان الحمد لله هالساقية بيسك ثلا لاسوسياسياقية خدم من نيق الواجفي ستو سدرت الدرت ثواطس وين يسعاني دوا وين نسعاني دوا عدان الغشير ساتيس فينا كل غشير ولا ذا رشي مشطاع وتنزقي النار ذي ثقوني تمثع إيمين اللاني مجايين بدو منسن L'objectif national de dépistage des maladies de Kunigoualen Karvad Samodin, dit tout délégué-vadin. Tadarth Nanath Watas, Vad Ndigiakat Zawe, Nata Wilofanet, surtout en tout, Monsieur se déplacer. Ça fait ce carvenard de Amchoir. لقديش انت ذو كلين تغرين طمطوث إذورا المزالي تكميلي وكان أدرن مرا غف المحجاث ذا تغرين مزداغ انتو ذرين إفاعذن الصنفار اللبنيين 9000 تمزدوغين ذي كل صنف ذي الولاية غنسكي كدا الحن ذي سن شغال أكني وثا وسوجد سن ذي الوقف إيتسو عقنن العيد تيمونانت ذي المزيان تفاصيل لك زاهر باتش بغين صنف اي مخالفان ديال الولايه الناس كي كدا حبس نسكن شغال شحال داس كواس وقلت انا ام كوران على شغال ديك سنفرنا عاود ثدون من بعد ميكس المره وكورن اقلان وانشتاي وكان تيم زدوغينا انتو فرق نصغ في مولا نسنت وتكس الشده نت مزدوغ ديس كي كدا وقفت المشاريع مده ممكن اكثر من عامين المشروع تاعنا نحكي على المشروع تاعنا متوقف وان شاء الله المره هذه عندنا تطمينات باش ان شاء الله يحل لنا المشكل هذا وان شاء الله في نوفمبر ان شاء الله نلقاو حل ونستقبلوا ان شاء الله في نوفمبر 2024 مشروع وماشي ربي يبارك ملي خدموا ليل مع نهار الطريقه دي كانت ما يعقبش جام خدموا لنا الطريق من هنا تشوف لي بلوكات ربي يبارك مطلعوا وتسبقوا من هنا فراجي الحمد لله وان كان وين ولا بدا بينا احنا انا بالنسبه ليا كمكتشب بدا بيا نسكن رايح والله صافي بليزير مواطن جزائري كيشوف سكنه شي عوجدت وشوف سكن في اقرب الاجاله والله صافي بليزير سيتو الحمد لله يا ربي والبروجي راهو ماشي مليح من جميع السياس وسوسيال بارتيسيباتيف ال بي ا وسيتو لا ديال الاشغال ديك سنفرنا في الدون اكني لاق ايمي الدولان ثقاد تذريم تذوين مره الى قن يوا كان تيم زوغينا تسوي فرقان تسدي الوقت مزيان الدوله سخرت اموال تقريبا 2000 مليار سنتيم هذه كلها صفقات تمضات والمقاولات بشرت الإنجاز على مستوى تقريبا 200 مشروع موزع على 38 بلدية و13 دائرة مثلا لوبول تاع 1404 سكنات الماتش زائد 200 سكن ترقاوي ثاني كذلك تاع راس الماء في عزابة اللي فيه 1440 سكن اجتماعي و80% من هذا البرنامج راه هو كيموجه للسكن الهش البرامج السكنيه بمختلف السياق اللي رانا راهي تتحضر ليتم استلامها ان شاء الله بمناسبه عيد الاستقلال وعيد الشباب
الموافق ل 5 جويلية 2024 وحنا رانا في الرتوشات الأخيرة إن شاء الله، وهذا سيمس مختلف البرامج السكنية. إسن فرناك شمنا ذقواهي لده قيان دولان وكانت كس أغفل نتمزدوخت ذي مرة الولاية نتمورث ويمدى إفدي ذات الجريمة سيأكل الصنافيس صوضا يجدر ميان ذي البلدان دارن تلس إثار بحثني يمشو من نسال ولاني فريقيا براغ نتمورث أيا قيم بعد ميسند بضان إسالن باللي لاني فريقيا تمكارن تاني الولاية البلدة صغور زيريا سلمعون لقسيني فريقيا ذنوثني دي لهون سويدي سار ولاني ثم بودا نتمورث ثار ولا تسيلي تذقيص وقطاس الولاية بودا نتمورث ذي الولاية ندخل ألم بضان دغار البلدة وسلقي دار نتذريم سأم قرط. تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبوليدة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تقوم بتهريب الرعايا الأفارقة خارج الوطن. العملية تمت بناء على استغلال معلومات واردة إلى أفراد الفصيلة، مفادها أن رعايا أفارقة يتم استقبالهم بولاية البوليدة من طرف جزائريين بالتنسيق مع رعيتين إفريقيتين، واللذان يعدان حلقة وصل مع عناصر شبكة إجرامية تتكفل بتحضير رعايا الأفارقة بالجنوب للتنقل ليلا باستعمال وسائل نقل مموهة عبر عدة ولايات جنوبية وداخلية وصولا إلى ولاية البوليدة مقابل مبالغ مالية مغرية، استكمالا للتحقيق وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وترصد تحركات المشتبه فيهم في القضية تم وضع خطة أمنية محكمة لتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية. أسفرت العملية عن توقيف 12 شخص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 56 سنة، من بينهم رعيتين إفريقيتين بجنايات تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مع حجز 12 هاتف نقال، سيارة نفعية وأربع سيارات سياحية كانت تستعمل في عمليات التهريب. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البوليدة. ذك سلن الجناس وذي فلسطيني الصهيونيين تكميلا التعدية صنغة في غزة تيوغا مقرن يخدم ذي الحق فلسطينيا أتاسي قموتن وشحال بياض اكتوى جرحا نوال حلزو. أردي قيم ممكن يركضن دي غزة عن دارة داريني مزداغة في الحساب انتو تانه يومن رايس واتش لاذق يفا لاذق نزول ولا ذي تلمسن غزة غزة سلكمال ثب بومباردي أمزون كنا عذا وسهيونيا يتفارس الوقت إيه وكنا ذي محو يمزداغة كين غزة هذا جنون. انت بتضرب ناس مدنيين من هم مش دعوة في قصص، لا لهم في مقام ولا لهم في حاجة، قاعدين أطفال والله أطفال والله أطفال والله صاحبية البنت والله ما شفنا لو صواريخ نازلة علينا واحنا امنين قاعدين، عندنا هنا خيم ورا وعندنا هنا ناس نازحين في الحواصل وعندنا هنا مش اكثر من 10 عائلات هان. الان عندنا تقريبا 20 شهيد او 25 شهيد تحت. ذي الظلمات ما بلا يحفاسي ديلان غفطاس طمناضين ذي غزة ذيك قيضونا النصيرات ثلمستن غزة جبالية رفح لكو دخان يونس ذي قنزول تسيثي وين سليمي سيل غفي خامن ذي موكان نداري ودي غلان سلموثن النهين عشرة قمذان ذي مجرح وذني ظن عرقن الدون أرذم قخامن. ديما صارت الساعة 2:05 في مكان نازحين آمنين أجوا على المدرسة عشان يكونوا آمنين، وانضربت المدرسة بدون أي سابق انذار، واستشهد أحد الأبناء العاملين في المدرسة الموجودين في المدرسة، ويبدو أنه ما في أي مكان آمن في قطاع غزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيش أمان يعني، حتى الوكالة الأنور مش فيش فيها أمان. الأمان في وجه الله. الساعة 3 الصبح الأطفال الشهداء الجرحى، الأطفال يتصارخوا، الأمهات كبار السن مش عارفين وين نروح. يعني الأمان في وجه الله، فيش مكان آمن. ذي ثونا ثين صعفان يشفان ثي كيغي مزداغ نغزا غلقنت في لسنت سبورا يعرق وين رخذ من رجلان سي ثمنات غار ثيض ذي غزا رجلان سي الفطل بوذا ينتكملين من بعد نيجن سفعة وقورن والثورة كي ذي الحيف مقرن استمعيش تي صعفان كتيدير نيجن السيني مليان نمزداغ نغزا يجاني خامن انسان اتنادين غفهم كان يركذن اتسمعيش ذا زديجن.
تجد لسو دقور انتهمي وحد رغفو غارو جذل سان فلادا سادي ثمانخت تذويل تكوان الثمز وارو تذقو حريش وحد رغف تجمي ثادل سان نت مورتي الفايدة جوج دبيتان إهجاتي دغلي فن يذل ستزوري سلمعونا لقذو حريش نشرع وسناني المعونا يارو حريش نشرع لك ترميسين ان يذل ستيملي لي تشكران دذيوس الدورو حريش نشرع دقو حذر تسريري ثنتهمي يذل سنت مورتنا ارتماغن يكثير ميسين اللامان العسكر لك تذوك ليوي. استكمالا للورشات التكوينية التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون في شهر التراث، نأتلف اليوم مع سلك القضاء في هذه الورشة التكوينية المنظمة لفائدة السيدات والسادة القضاة، وهذا لتعزيز معارفهم في المجال واعتبارا أيضا للدور الفعال الذي يقومون به في حماية واسترجاع الممتلكات الثقافية. ذو قدال ذا ثذويل تن الزير ثي رغلان تنتزل على سيفيلي ثون ثبضت غير وحريش ينس ويس ثلاثة غير مستغنم لقد التمدين تنت نس الولاية النشلف وغير ان تفصل لقد عبد القادر تعسين ايك حضران ذو قمك. الحمد لله قدرت نهرب في لي شابي مع برومي جروب ونسيطر على السيبه حتى لافا الحمد لله فزت بالقميص الاصفر اليوم وثاني في المرتبه هذه. عرفت غزين الشلوب 156 كيلومترا يلات وحريش ويس ثلاثه مستغانم شلوف غير يحريشان يكشفهان ويقلهان ويا كينيا سوغاما اكشفهان ماتشي ذكرى يدمو قران ذي تازلايا كينيا ينفقاو من الجزائر تجمعيت فرانت سي مستغانم شفاواثر نتواتو عرفت غزين الشظوظ البحر أظن إلا يجهد أرنون أفري ذي سونن ذي ثلاثة امتكار لم داوك ذي عويقان مجالنا الدالنا حمزة ياسين بعد 30 كيلومترا تجمعي ثلان دفقس تسعاني عقالن قرسان سحيريا لوك ذي سعيديا يتفاعن سلقارب ذو كساون ورنس هيلارا لوك ذو سكساري وارا من بعد ياكي غيرو التزوارا رولانس خمسان دقايق غف حمزة ياسين إلى الدالن وفام دستر حفام قران قفريذ فيه عبدان لفعذا ذي ثمذين تنسيدي الأخضر إن الدالون إيريتيريا سلحان ثزلة ما شاء يقين ثني جاران ذرفحان ثزلة يمين سيني جيريين ترجون الزضماء سلقر ويقين إديضران كيلومتران قارو غرفان إن الدالون رولون وديكشام أمياميو سيثار فاثن أمبرس دوورد قمضيقة منزو ذفي رسكان سحيري أيوب سيثار فاثن دالي براهيم ما إلا ضمضيق ويسلاثة يغالد دي ويليام غوفيليو سيلماريكان سحيري أيو بدير نوع ما يثورة لك ذو ما يوث أزقوى لك ذو ما يوث تشيناوية غفتكل ما إلا ذا ما يوث تسخطان يغالد ديو إيريتيري أكليليا مذ حمزة ياسين يسحفيفر فما يوثي نس أحشيشيا مسوكا دنفا ميسناثن ميرتكو ديقي من يدنا جاون تلويث أرثين ديث.